السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين على صفحاتنا العالمية للمركز العالمي للأحجار الكريمة في العالم العربي، في مختبر الخبير العالمي رشيد حباشو الذي يتوفر على أجهزة جد متطورة عالمية وآخر التقنيات. أستاذ رشيد حباشو، غادي تعطينا إن شاء الله ما هي البلورات، ما هي خصائصها، وما هي معلومات عن البلورات. السلام عليكم ورحمة الله. البلورات، قبل إعطاء تعريف للبلورات سنرجع للتعريف المعدن. المعدن، وهنا لا بد أن أشير إلى شيء مهم جدا، وهو الاختلاف الجوهري بين المعدن والمادة الكيميائية. فالمعادن هي عبارة عن مواد كيميائية. أولا، هذه المواد الكيميائية لا بد أن يكون لها نظام بلوري. إذن لدينا من جهة مادة كيميائية، من جهة أخرى متبلورة. نتحدث عن المعدن. هذه بلورة السموكي كوارتز، هي عبارة عن SeO4، جزيئة السيليكون متحدة مع 4 جزيئات أكسجين، هي ما يسمى بجزيئة السيليكون. إذن فكما تشاهدون هنا لدينا مجموعة من البلورات التي لها أشكال مختلفة، أشكال هندسية مختلفة. هذه الأشكال الهندسية تسمى بالنظام البلوري. لدينا 7 أنظمة بلورية، 7 أنظمة بلورية. لدينا أولا المكعبي مثل الألماس، النظام بلوري مكعبي، ثلاثي، الرباعي، وحدي الميل، ثلاثي الميل. هنا لدينا بلورة مثلا ثلاثية الميل، هذه البلورة تسمى ثلاثية الميل. ولدينا النظام السداسي، لدينا هنا بلورتين تتبلوران على نظام بلوري السداسي، بلورة كوارتز الدخان والكوارتز. إذن هذه تسمى نظام بلوري السداسي. وسابعا لدينا المعين القائم، سنرجع في دروس جديدة نتحدث على أكثر تفصيل على هذه الأنظمة البلورية والمجموعات التي تنضم تحتها. لكن ما أريد أن أشير إليه وهو مهم جدا، لاحظوا معي هاتين العينتين، هنا لدينا ايش؟ لدينا معدن الأزوريت، سنشاهده في على المكبر الميكروسكوب. إذا لاحظتم جيدا هذه العينة، فستلاحظ داخلها وجود مجموعة من البلورات. إذن بلورات صغيرة مختلفة، إذن هذه البلورات مقارنة مع هذه البلورة أو هذه البلورة، فهذه البلورات كبيرة وهي المطلوبة والتي لها قيمة اقتصادية كبيرة ويجب البحث عنها. البلورات البحث عنها يجب أن تكون كبيرة، يجب أن تكون شفافة في أي شكل ما كانت. بطبيعة الحال أما البلورات الصغيرة فليست لها خيمة تذكر.
ولهذا البلورات كلما كانت كبيرة تكون مهمة جدا وكلما كانت شفافة.